واش الجارات، كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. كيف ما كتعرفوا، فيديو جديد اليوم قبل مقابلة الرجاء العالمي وحسين إيش أكادير. قبل ما نبداو غادي نقولوا شكرا وشكرا شكرا الرجاء العالمي ومسؤولين الرجاء العالمي على التجاوب ديالهم مع جمهور الرجاء العالمي ومع الأحداث اللي كتوقع، وأننا كنلقاهم معانا لأول مرة، كنهضروا حنايا وكنلقاهم معانا وفي جنبنا وكيمشيو معانا في نفس السياق، وهذا الشيء عجبنا حنايا كجماهير رجاوية. ماشي بحال العام اللي فات فاش كنا كنهضروا راسنا والباج اوفيسيال والمسؤولين هما في الطريق وهنا في الطريق، هما خايفين وحنايا كنواجهوا الفاسدين، فهمتيني ولا لا؟ من جهة كيف ما كتعرفوا الرجاء العالمي كيتعرض لمؤامرة من بعض المسؤولين الفاسدين اللي ما بغاوش كرة القدم تزيد في الدوري المغربي، اللي ما باغينش الخير لهذه البلاد، وحنا باغين الخير لهذه البلاد وكنموتوا على هذه البلاد وكبرنا في هذه البلاد وجدودنا كبروا في هذه البلاد هذه، وكنبغيو هذا الرجاء وكنموتوا على الرجاء وكتفاجئ علينا الرجاء، وكاين واحد الاحساس كنخرجوه مع الرجاء، وكوننا واحد العائله على قبر الرجاء، وكاين بعض الناس كيحبونا على قبر الرجاء، وهذا الرجاء رجعنا اكثر من نادي، هذا الرجاء رجعنا اكثر من كره القدم، هذا الرجاء رجعنا واحد الاحساس اللي ما يمكنش وما غيمكنش تفهمو وتعيشو الا انك تكون رجاوي. كاينين الناس في بلدان بعيده وكيبغيو هذا النادي، علاش كيفاش؟ الله اعلم، داكشي ديال الله سبحانه وتعالى. هاد الناس هادو كيغيروا منا، هاد الناس هادو ما كيحملوناش، هاد الناس شافونا غادي في الطريق الصحيح، وهاد الناس شافونا اننا كنبغيو بعدياتنا واننا كنبغيو هاد النادي وكيفاش كندافعوا عليه وكيفاش كنتقاتلوا عليه. هاد الناس ما حملوناش، هاد الناس ما بغاوناش نفرحوا، هاد الناس ما بغاوناش نكونوا ترونكيل، ما بغينا والو، بغينا تكافؤ الفرص، تكافؤ الفرص، ما بغينا حتى شي حاجه، ما تعطيني ما نعطيك، غير تكافؤ الفرص. كنشوفوا باج اوفيسيال دراجة من المسؤولين دو النادي انهم داروا بلاغات، البلاغ الاول كان على التحكيم، الحكم الفاسد اللي كيضرب بالمديريه ديال التحكيم وكيضرب التحكيم المغربي. كنشوفوا باللي فينك بالقوله، فينك حكام كبار دازوا في المغرب، فينك اخويا، فينكم فينكم فينكم، فين هو التحكيم؟ كنشوفوا باللي غير مؤخرا الفيفا عطات اعلان ديال اللائحه ديال الادله التجريبيه ديال الحكام اللي خصهم يمشيو يدوزوا التيست، ما كاينش المغاربه ولا مغربي. علاش؟ بسبب الفساد. علاش؟ بسبب المسؤولين اللي خرجوا على التحكيم. حكم ما عنده ما يربح اصاحبي، من غير انه طاول كامله وحطوا ليه تحت الدف، حطوا ليه تحت الباب، حطوا ليه تحت الطوموبيل من التحت، هي فين غيخربقوا ليه دماغه؟ اما يخدم نيشان غتشوف تحكيم نازي وغتشوف كوره زوينه، ضروري كتلقى الفساد الفساد الفساد، وهاد الناس ما عرفناهمش مين كيخرجوا لينا. تخيل معايا حكم فاسد خرج علينا في مقابله التوارق وكل شيء شاف، يعني ضربات جزاء، يعني اول مره غنشوفوا حكم كيعطي اربعه الاوراق صفراء في دقيقه واحده، في دقيقه صاحبي، في لقطه هاك 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 هاك. علاش كنحتج على حكم؟ باغي الفار، كنقول ليه سير شوف الفار، كاين ضربه جزاء راه ما شتيهاش، عيط الناس ديال الفار، الفار والو. وكنشوفوا في الدوري الانجليزي كنتفرجوا كنشوفوا الناس كيمشيو للفار في ابسط الاشياء وكيخليك على خاطرك، مش مرضتش ليهم خو، هاد الناس ما باغيش يمشي للفار. التحكيم من جهه، من جهه اخرى عاوتاني الدار بالغ ديال فريق الرجاء العالمي، وغادي نقولوا تكافؤ الفرص الدار اليوم هو ان الرجاء العالمي الوحيد اللي كيلعب مع الربعه، بوحدو كيلعب مع الربعه في الشمس، يعني كاع الفرق كاملين كيلعبوا في اوقات متفرقه واوقات متنوعه السي محمد، الا الرجاء الربعه، الربعه سوا خارجه سوا مدخله. ملي هضروا مع بالقشور اللي كيدير البرمجه قال لهم انا ما عنديش مشكل، بغيتيش كذب علينا السي بالقشور، لصقتها في السلطاش ما بغاتناش حنا نلعبوا مع الليل، السلطاش بغاتنا نلعبوا مع الربعه، السلطات اللي مابقاش بغاش قبلنا، السلطات اللي كانوا كياكلوا معنا في رمضان وكيجلسوا معنا وكيهضروا معنا، السلطات اللي كانوا كيتفرجوا معنا واكثريتهم كيبغيو الراجل وكيبغيو فرق اخرين، السلطات اللي اكثريتهم كيرجعوا انهم كتلقى انسان وانه في الاصل انسان وكيدافع غير على بلاده، السلطات اللي الاكثر ديالهم كاينين راجويين، السلطات اللي عمرنا كان ما مشكل، بالعكس حنا كنشوفو وكنحتارمو القرار ديالو، ما تدخلش من هاد الباب ما كندخلش منه، دوز من هنا نوض من هنا، كنحتارموهم. علاش؟ على قبل انهم كيديروا غير الخدمه ديالهم، كنبغوش نخسروا لهم الخدمه ديالهم ونخسروا لهم السيستيم ديالهم، كنحتارموهم. وهما ما بغاوش يقبلونا، وهما ما بغاوش يخلونا اننا ما نلعبوش في الليل، ما يجبش هادشي، ما يجبش هادشي.
اما الرجاء العالمي جمهور ديال لا يلقى شي مشكل مع السلطات، بالعكس كنلقاو باللي ناس اخرين كيضربونا بالحجر، ناس ديروا دوك الموتون كيضربونا بالحجر وكنلقاو معاهم مشاكل، هما اللي كنعانيو معاهم، اللي كندافعوا على ريوسنا كنرجعوا جمهور الرجاء العالمي فاسد. وهادشي كنشوفوا باللي الداري مساكن مؤخرا كاع طايشيو مع 10 سنين 8 سنين، علاش؟ واش قاتل؟ شنو دار الدري اصاحبي؟ شنو الدم ديالو؟ علاش اصاحبي تعطي هاد المده كامله ما لقايش واش اللي دافع عليهم؟ انا في بلاد القانون اصاحبي، راه كيبقى انسان، واش هذاك مسكين داخل على قبر الرجاء العالمي انه مشي يتفرج مقابله وقع فيها الشغف تعطيه 10 سنين، داخل مع واحد قاتل، داخل مع واحد كيبزنس، داخل مع واحد فاسد، كيفاش بغيتي يخرج للمجتمع؟ غيخرج لينا خايب، انت اللي خسرتي، انت اللي حقدتي، هذاك وكان دير شي جريمه غيتقبل الواقع وغيضرب هذيك السنوات اللي غتعطيه وغادي يكون بارد، ولكن السيد علاش؟ ضحيه تشجيع فريق الرجاء العالمي تعطيه 10 سنين و8 سنين، محشوماش، عيب وعار صاحبي، حنا في بلاد القانون صاحبي وكديروا في هادشي، رحمونا واحد شويه ورحموا الدراري ورحموا الشباب، راه حشومه صاحبي شكرزوها حشومه صاحبي، راه كترجعوا، راه الحاجه الوحيده اللي كاينه في هاد البلاد هي الرجاء العالمي اللي كتفاجئ على بزاف ديال الناس وكيخرجوا في هذيك الطاقه السلبيه، اما اللي جينا نهضروا على حوايج اخرين راه المعاناه في كاع اي قطاع غتلقى فيه المعاناه، هادي من جهه دو على البرمجه، الرجاء العالمي دواش على ناحيه التاجيلات، تاجيل المقابلات، علاش الوداد والجيش الملكي تاجلوا لها الماتشات، علاش؟ وفي حين وبركان، وفي حين انا الراجل تلعب مقابله ديالها وبرمجه كتسمع سير الرباط، اجي تلعب في كازا، اجي تلعب في برشيد، سير طنجه، اجي تلعب في برشيد، جيت لاكادير، اجي تلعب في برشيد، سير رجع، سير رجع، سير رجع، سير رجع، وشي وحدين كيتاجلوا لي مجيش تلعب الحد، ما غتلعبش السبت الجاي، اجلوا لها المقابله الدوله، هذا ماتش ضد بركان اللي ماتش خطير، خصو يتلعب، نقدروا نشوفوه، نقدروا يضيعوا لها النقاط، تكافؤ الفرص، اجلتوا ولا اجلوا الدوره كامله، وفي حين انكم قالوا في البلاغ الرجاء العالمي باللي كنتو درتو الاجتماع في الاول ديال السنه شنو قلتو فيه؟ باللي مقابله ديال دوري ابطال اوروبا والافريقيا ديال دوري ابطال افريقيا اش من اوروبا؟ راسي سخن عليا صح، كنت عصب في هادشي والله، دوري ابطال افريقيا كنشوفو باللي تاجيل المقابلات قلتو باللي انه ملي كتكون في الربوع، الربوع ملي دوز الربوع وداك الشيء هذيك الساعة مالك المايك شتا، هذيك الساعة غادي تأجلوا مقابلات، ولكن في دوري المجموعات ممنوع التأجيل، ودابا كنشوفوا بلي التأجيل ديال الوداد والتأجيل ديال البركان صاحبي ما يمكنش، نسيتوا الراجا في الجيري كانت لعبة عندها جوج ماتشات كانت ضد مولودية الجزائر اللي هما خوتنا تمايا وتحية لهم، وكانت مقابلة مع الشبيبة وقلت لهم جو تلعبوا مع الجديدة ما رحمتوناش أنا خارجين البلاد، في حين كنشوفوا الوداد كاينة هنا وبركان كاينة هنا ما قدروش يلعبوا المؤجلات اللي هي غدا الثلاث ومن بعد يمشيو يسافروا ويلعبوا في لافريك، تكافؤ الفرص ما كاينش، يعني عيب وعار كنشوفوا هادشي وخارقين على الراجا. نزيدك حاجه اخرى شنو هي؟ انا كنشوفوا لومبيلونس ما كانش في مقابله التوارك ضرب لنا لعاب، كنشوفوا باللي التدخل خشين على داك الميخي ديال الحارس اللي ديما حاقد على الراجا وديما كيدير هاد الحوايج هادو، وما رجعتوش للفار في داك التدخل، وكنشوفوا باللي لومبيلونس عيب انا كنشوفوا الدري هازينو بهذيك الطريقه وكتشوهوا نفس السمعه ديالنا، وفي حين انكم كتحاربوا الجمهور الرجاء العالمي بيتفرج في الراجا، علاش؟ علاش الراجا بحدا اللي ما ديبلاصاش؟ الوداد مشاو تفرجوا في الرباط ضد الفتح الرباطي والراجا ضد التوارقه ما تمشيش، انا كنشوفوا بان الوحيدين اللي ما نقدروش نتفرجوا في الفرقه ديالنا تكون مدخله، علاش السي محمد هادشي كامل؟ علاش؟ علاش كتحاربوا في الراجا؟ شنو دارت لكم الراجا؟ الراجا دواج غير قالت في بلادي الدلموني، الراجا قالت غير راجا هو فلسطيني، من الراجا شنو قالت؟ شنو قالت؟ قالت شي حاجة عيب، الراجا الصوت ديالها ديما واصل، بلادي فلسطيني كيتغناو في كاع البلدان أصاحبي، كاع كندافعوا على القضايا السياسية وكندافعوا على القضايا الاجتماعية وكلشي، علاش كتحاربونا؟ علاش؟ علاش سكت؟ سكت تولي صاحبي، ولا جي تدخل معايا في شي حوايج خايبين وتكون لي صاحبي، شو هما هادشي اللي كديروا في حق فريق الرجاء العالمي؟ راه عيب وعار، راه بغينا تكافؤ الفرص، جاوبونا، جاوبونا أصاحبي. جاوبونا قولوا لنا علاش هادشي كامل؟ علاش كتأجلوا في الماتشات وحنا كنلعبوا؟ علاش؟ علاش كل يومين كنلعبوا حنا بحدنا؟ علاش؟ علاش حنا الراجل ما كنتوش كتأجلوا له مقابلات كنتوش كون لعبوا في الافريق ودابا كتأجلوا؟ علاش قلتوا باللي في المجموعات ما غيتأجلوش الماتشات ودابا كتأجلوا فيهم؟ علاش هادشي كامل؟ جاوبونا، وهادشي اللي كان في البلاء خلي الراعي ديالك وبغينا جواب، وجاوبونا، شوف راك انت في حرب بارده السي الرجاوي، دافع على فرقتك. فهمتيني ولا لا؟ دافع على فرقتك، راك في حرب بارده، راك يحاربوا فيك في اساليب متنوعه، هادشي اللي كاين، ودعيناكم الله، كاع اللي كيظلمنا دعينا الله، خلي الراعي ديالك
وغدا ضد اكادير. نتمنوا ثلاثة النقاط تقاتلوا الدراري وحنا معاكم. شوف جمهور الراجا راه معاكم سماشين ولا تقاتلوا معنا وخليو شوف جيبوا لنا ديك البطوله. حنا راه كنتقاتلوا على البطوله حلالا طيبه. وهادشي اللي كاين والتشكيله المتوقعه اللي غتكون ضد اكادير وحده من اكادير راه غادي يرجع لكم اللور ما غتلعبوش معكم النقطه. يقدر يكون فخ حدو مع راه ما صعيب تهماي راه ما كيلعبوش كوره. حراس المرمى الزنيجي ارير دروا بالكسوش ارير غوش بالعمري قلب دفاع غادي يكون فيه خفيفي اللي كيدوز مقابلات كبيره وزيد معاه مقدم وسط الميدان اللي غادي يكون مبارك وحده زريده وداك مقعازي غيدخل غتلقاو معنا مشاكل حيت الشوم يلعب في الراجي يمشي يريح يمشي يريح على الراجي ما ديال حتى شي واحد فهمتيني ولا لا. بوغرين صناعه اللعب غيكون نافاتي بوزوق وغادي يكون واقيلا موهوب غير جا ما غيدخلش رسمي ما تعطيوش الرسميه خلي رايح مع راسو واحد شويه عطيو بعض الدقائق. وخصنا نشوفو دومينغو ولا بن عياد في هذا المركز هذا فهمتيني ولا لا ولا ابريغو. وهادشي اللي كاين ديما راجا الراق.